السلام عليكم، انا في مستشفى التخصص بوحده الخداج. بشكرهم اولا، احنا اليوم تاريخ 26/10/2021 موافق يوم الثلاثاء مساء. الحمد لله رب العالمين، انا سعيد جدا لهي النتيجه. هاي النتيجه كثير منيحه لهي العائله، جتهم بنتين بعد انتظار تقريبا سنه ونص لسنتين. المشكله كانت هاي المحاوله مره ثانيه، اللي بيعملوا فيها اطفال انابيب. عندنا المحاوله الاولى والحمد لله نجحت وتوفقنا معهم، كان عاملين تلقيح صناعي. المشكله فحص السائل منه عند الزوج في مشاكل كثيره من حركه وشكل. الحمد لله من المره الاولى احنا توفقنا معها، الحمد لله اجاهم هذا التوأم من بنات الحلوين. انا بشكر جميع الطواقم الطبيه، بشكر الدكتور خليل الباسط، بشكر مستشفى التخصصي، بشكر وحده الخداج. الحمد لله احنا التوفيق بيجي عند ربنا، نتعب كل يوم نجتهد بيجي النتائج من عند الله سبحانه وتعالى. بقول لكل الامهات دائما ما تيأسوش، لا تقنطوا من رحمة الله، دائما موجودة وان شاء الله الله يعطيكم. شكرا لكم، اليوم تاريخ 26/10/2021، شكرا.